عوض، عايز تعوض الجمهور. انا شايف يعني الزمالك السنه دي موسم جيد جدا جدا. اللي خلى شكله مش حلو ان الزمالك هيخوض اللقاء بنفس تشكيله حسن الاسماعيلي محمد ابراهيم اكيد صعب يغير يعني. المهم حاله اللعيب، يعني دي حاله اللعيب لازم النهارده كابتن برضو خالد يبقى عارف نقاط القوه. علي معلول دلوقتي ورمضان جابها قويه جدا جدا، لازم اللي يلعب عليه يعني كان حمدي وابراهيم حسن لازم يشتغلوا دفاعي كويس، وما يبقاش الموضوع ان انا عايز اهاجم وخلاص، لان المنطقه دي بقى منطقه مهمه جدا. علي معلول هو اكتر لعيب عامل اسيست في النادي الاهلي 7 اهداف، لعيب مهم جدا ومتحرك جدا، ممكن تستغل حالته دي على فكره وتشتغل عليه ان انت تبقى هو اللي في المساحه اللي في ظهره وتخليه هو اللي يدافع. لو انت اشتغلت كمدرب تاكتكس ازاي توقف علي معلول، انك تشتغل عليه انك تلعب في ظهره، تحط واحد سريع في ظهره، فدي ده شغل مدرب. كنا لسه بنتكلم قبل الهوا كلنا على مانويل جوزيه وازاي بيشوف التشكيلات وبيعمل وبتاع. انت ممكن تستغل نقاط قوه خصمك انك تخليها نقطه ضعف وتحولها ليك انت نقطه قوه. ففي حاجات كتير النهارده ممكن تشتغل. المهم حاله اللعيبه، لان يا سيف ماشي دايما دايما اللعيبه هي اللي بتحدد معيار الفرقه ماشيه ازاي. المدرب بيحط خطوط وبيحط تاكتكس، لكن اللعيب هو اللي بينفذ. ممكن اللعيب ينزل مش شايف صح، مش قادر يجري، ميس باس كتير، خلاص بوظ لك التكتيك كله، بوظ لك الشكل اللي بتلعب بيه. فاهم يعني؟ اتمنى ان لعيبه الزمالك تكون عندها احساس انها في موسم عملته بشكل جيد، كسبت بطولتين، وبالتالي ما تبوظش كل حاجه النهارده. ضاح منك الدوري على الاقل، باين النهارده ان انت قادر ان انت تبين للناس انت عندك كاسه ممكن تشتغل عليه، عندك سوبر افريقيا. تشكيل الزمالك بقى، تشكيل الزمالك زي ما انت قلت هو عماد السيد، عبد الله جمعه، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النجاز، طارق حامد وفرجاني، زيزو، محمد ابراهيم، ابراهيم حسن، وعمر السعيد. تمام. كابتن ايمن، رايك في تشكيل الزمالك؟ هو التشكيل اللي قدر يكسب بيه ماتش الاسماعيلي ونجح فيه انه يفرض شخصيته على منطقه الملعب والمناطق اطراف الملعب، وخد منه نتيجه مقبوله جدا، خاصه ان فرقه الاسماعيلي خلينا نتكلم ان في الماتش ده كانت ادائها يعني ما فيهوش اي توتر ولا عصبيه، الموضوع محسوم بالنسبه لهم، فكانوا بيأدوا اداء في كرة بس. فلما حصل كرة بس، ودي كلمة مهمة، الزمالك قدر يتفوق. الزمالك ما بيقدرش يتفوق امتى؟ لما بيفقد تركيزه واتزانه وهدوءه في الملعب، اللعيبة بتتوتر قوي، ودي عنصر مهم قوي. زي ماتش الجونة لما هم اتوتروا للحالة اللي كانوا عايزينها فرقة الجونة يلعبوا بيها.